الفضلي فنان مغني وممثل مغربي، مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي، وكنتمنى ان هذا الحوار يدوز شيق ونستافدوا منه جميع ان شاء الله. دونك الجديد ديالي هو اغنيه الدرهم، اغنيه اللي تصدرت البارح وكاينه في لاشين يوتيوب افيك ان كليب اللي كما تلاحظوا فيه كانت اون كولابوراسيون مع دي تيت معروفين في المغرب كمثل اسامه بن جلون، صوفيا بالكمال، سلوى أنلوف، ندى أبنيشو، نبيل سكيلي، وصورنا واحد صور اللي شوية سينمائي بقصة بسيناريو برسالة. أنا أغنية الدرهم هي أصلا كدوي على ديك الكريز الفينانسيير اللي كيقدر يعيشها أي شاب من الشباب في العالم بأسره، اللي كيبقاو كيفكروا كيفاش نوفقوا بين الزواج والعمل والكريدي ونشري ولا نكري، ويعني قاعد لي زاسبي هادو حنا نطرقوا لهم في الاغنيه. الحمد لله صالير دو بلير، الاغنيه غاديه بخير وعلى خير. ومقبله كنتمنى تلان الاعجاب ديالكم، ومرحبا بالانتقادات ديالكم وبالتشجيعات وبكل شيء مرحبا به. الاغنيه شحال من واحد كيحسبوا انه دارت سبيسيالمون بوغ هاد لا بيريود هادي، با دو تو. الاغنيه تقادت في الصيف ديال 2019، الكليب تصور في ديبي فيفري، كنا باغيين نخرجوها ديبي مارس، مي جات لا كريز ديال كورونا ما كتبش نخرجوها، وصافي كنا مضطرين اننا نريبورتيوها لحقاش كان لازم علينا اننا نحترموا بعد ونطبقوا بعد التعليمات اللي تعطاتنا باش نحافظوا على روسنا ونحافظوا على الجميع من كورونا. الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير. دابا بدا الديكونفينمون، واول حاجه فكرت فيها هو نصدر هذه الاغنيه، وان شاء الله مازال الجايين اعمال اخرى اي بي فوالا. بقاو على اتصال كلنا عبر المواصل التواصل الاجتماعي، كاين انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. دونك مرحبا بكم باش تتبعوا الجديد ديالي، تبعوني حمزه الفضلي على كاع المواقع. وفوالا كلمه اخيره، كنتمنى ان هذا الحوار يكون داز شيق وما كنتش ثقيل عليكم بزاف. جو انفيت باش تابوناو في لاشين ديال حمزه الفضلي في يوتيوب، وتكتشفوا الاغاني القدام، وباش تسناو الجديد وتكونوا من الاولين اللي كيتعلموا. وما تنساوش سبب الهم الدرهم. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.